نشوف مع بعض السؤال رقم 21. عندما n تساوي 4 وطاقة المستوى الفرعي x بتساوي 5، فما هو المستوى الفرعي x؟ القانون بيقول ان طاقة المستوى الفرعي بتساوي n زائد l، يبقى 5 بتساوي n بكام؟ n ب 4 زائد l، ومنها l بتساوي 1. اذا المستوى الفرعي ده المستوى الفرعي b، عرفتها من قيمة ال l، وان بتساوي 4 يبقى المستوى الفرعي 4b. تمام. سؤال 22. ترتب اوربيتالات ذرة التيتانيوم حسب طاقتها كالآتي. سؤال مبني على مبدأ البناء التصاعدي، مين في المستويات الفرعية دي مرتب صحيح حسب مبدأ البناء التصاعدي؟ هيبقى الاختيار ب 3s 3b 4s 3d. نشوف مع بعض سؤال 24. سؤال 23 يا اولاد اللي هيسأل عنه ده مكرر سؤال 10، فالأسئلة المكررة في الشيت او نفس الفكرة انا هسيبها لانها اكون حلتها قبل كده. بيقول لي قيمة ام ال المحتملة عندما ان بتساوي 2، المجموعة كلها تركز معايا، ان بتساوي 2 معناه انه عنده مستويين فرعيين 2s و2p، وقيم ال المحتملة بتساوي 0 و1، تبقى قيمة الام ال لما ال بصفر تبقى الام ال بصفر، لما ال ال بواحد قيم ام ال المحتملة من سالب ال الموجب ال سالب صفر سالب واحد صفر موجب واحد، يبقى لما تكون ال ان ب2 يبقى قيم ال المحتملة، ادي قيم ال المحتملة صفر وواحد، قيم ام ال المحتملة صفر تنفع سالب واحد تنفع موجب واحد تنفع، يبقى القيمة هنا السليمة في كل الاختيارات دي هي د اللي قيمتها بصفر. نشوف السؤال 25، نفس الفكرة اللي خدناها قبل كده. بيقول لي 2px و3px متماثلان في كل من مئات معاد، الساعة الإلكترونية صح كلاهما يتشبع باتنين إلكترون، الشكل صح كلاهما له كمثرتين متقابلتين، شكل كمثرتين متقابلتين بالرأس، الطاقة غلط لأن ده يقع في المستوى الرئيسي الثاني وده في المستوى الرئيسي الثالث، يعني طاقة 3px أكبر من 2px، الاتجاه الفراغي لهم نفس الاتجاه الفراغي كلاهما في الاتجاه x، يبقى الإجابة الصحيحة يا أولاد الطاقة. سؤال 26 بيقول لي عندما n بتساوي 2 أي العبارة كل، فالعبارات الثلاث صحيحة ما عدا، هناك قيمتان محتملتان للإل، طبعا ال n بتساوي 2 قيم ال L المحتملة بتساوي عدد الكم الرئيسي، هتساوي 2 هم قيمتين محتملتين 0 و1. تمام. عدد اوربيتالاته بتساوي 2 غلط، لانه هنا ال n بتساوي 2 يعني المستوى الرئيسي الثاني اللي فيه المستوى الفرعي 2s والمستوى الفرعي 2b، ده في كم اوربيتال؟ 1. ده في كم اوربيتال؟ 3. يبقى عدد اوربيتالاته 3 زائد 1 بيساوي 4 اوربيتالات، يبقى هي دي الاجابه الصحيحه انه عدد اوربيتالاته بيساوي 2. اوربيتالاته لها اشكال مختلفه؟ طبعا صح، الاوربيتال اس مختلف عن الاوربيتال بي، يتشبع ب 8 الكترونات برضه صح، لان المستوى الفرعي ان بتساوي 2 والمستوى الرئيسي الثاني اللي بتشبع ب 8 الكترونات. سؤال 27 بيقول لي القيم ال وام ال المحتملة على الترتيب هي، ناخدهم واحدة واحدة، لو ال ال بصفر يبقى الام ال بكام؟ بصفر، ده الاختيار الصح. طب لو ال ال بواحد يبقى ده المستوى الفرعي بيه، قيم ام ال المحتملة من سالب واحد صفر موجب واحد، يبقى الاختيار ده غلط. لو ال ال باتنين يبدأ من سالب اتنين لموجب اتنين، يبقى الاختيار ده غلط. لو ال ال بصفر الام ال بصفر، يبقى الاختيار ده برضه غلط، يبقى الاجابه الصحيحه. سؤال 28 بيقول لي اي الجسيمات التاليه بي المستوى الفرعي بي يصبح نصف ممتلئ اذا اكتسبت الذره الكترونا او اذا اكتسب الجسيم الكترون؟ ان 7 تركيبه الالكتروني 1s2 2s2 2p3، هو نفسه المستوى الفرعي بي نصف ممتلئ، لو اكتسب الكترون يبقى ان سالب 2p4، يبقى مش هو ده. طيب البي موجب، البي عدد الذري 15، لما يبقى بي موجب يبقى عنده 14 الكترون، 14 الكترون ده 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. طب لما يكتسب الكترون، ما اقول لك لما هيتحول للبي اللي يبقى بدل ما هو 3p2 هيبقى 3p3، هو ده اللي يبقى المستوى الفرعي نصف ممتلئ، تبقى الاجابه الصحيحه البي موجب، هو ده اللي لما يكتسب الكترون يصبح المستوى الفرعي بي له نصف ممتلئ بالالكترون. سؤال 29 يا اولاد نفس فكرة سؤال 19 عشان كده انا سبته. سؤال 30 بقى مديني اعداد الكم الاربعة، تمثل اعداد الكم الاربعة للالكترون، تركة مهمة جدا قبل الاخير، فانهي ذرة من دول؟ امشي واحدة واحدة، ان باربعة يبقى عدد الكم الرئيسي باربعة،
ال بواحد يبقى المستوى الفرعي بي، ارسم اوربيتالات المستوى الفرعي بي اللي هم كام اوربيتال يا اولاد؟ 3 اوربيتالات. الام ال كام؟ قال لي الاول المستوى الفرعي بي قيم عدد الكم المغناطيسي ليه، ادي صفر سالب واحد موجب واحد. الام ال بكام؟ بسالب واحد، يبقى الالكترون بتاعنا ساكن هنا. الام اس بسالب نص، يبقى غزله في عكس اتجاه عقارب الساعه. عايز املى بقى الاوربيتالات دي لغايه ما اوصله. طبقا لقاعده هوند توزع الالكترونات فرادى اولا قبل ان تزدوج، يبقى هو ده الالكترون اخر الكترون اقف عليه. معنى كده ان المستوى الفرعي بي فيه كم الكترون؟ 4. اللي انت طلعته 4p4 يمثل ايه؟ يمثل اخر مستوى فرعي للذره ولا للالكترون قبل الايه مستر؟ قبل الاخير. يبقى ده الالكترون قبل الاخير هو الالكترون الرابع في المستوى الفرعي بي. يبقى الالكترون الاخير هو الالكترون الخامس. ادي 1 2 3 4، ده اللي انت جبت له عدد الكم ده قبل الاخير، يبقى الخامس اهو. يبقى هنا اخر مستوى فرعي اوصل له 4p5. هتمسك العنصر اكس توزعه لغايه ما نوصل 4p5، يصبح عدد الذري 35. يبقى هنا 35. ناس كتير غلطت في السؤال ده لما جبناه قبل كده في امتحان واختاروا 34، غلط، لان ده بيديني اعداد الكم الاربعه. لو للالكترون الاخير كنا خدنا 34، لا ده الالكترون قبل الاخير معناه ان انا هزود الكترون. تمام. سؤال 31، يتميز نموذج بور عن نموذج ذره راذرفورد في ان في نموذج بور تدور الالكترونات وانا مغمض في مستويات طاقه. خلي بالك ان بور ليه 3 كلمات، اول ما تشوفهم ده كلام بور: مستويات الطاقه والطيف الخطي والكم، ده كله يخص بور. نشوف سؤال 32، اذا اكتسب الكترون طاقه مقدارها 10.2 الكترون فولت ينتقل من المستوى ك للمستوى ال، ده اذا اكتسب طاقه مقدارها 10 وكام؟ و2 الكترون فولت. عندما ينتقل الالكترون من المستوى ام للمستوى ال، هنا يكتسب عشان ينتقل لمستوى طاقه اعلى. طب لما ينتقل من الام للال، اول حاجه خد بالي منها انه هيفقد طاقة مقدارها قد ايه؟ ده السؤال. هل هيفقد 10.2 زي ده؟ قال لي لا، نفتكر مع بعض انه احنا عارفين حقيقة علمية بتقول انه كلما ابتعدنا عن النواة الفرق في الطاقة بين المستويات بيحصل له ايه؟ بيقل. فهنا لو 10.2 الكترون فولت، هنا هتبقى اقل من 10.2 الكترون فولت. يبقى هنا يفقد كام؟ يبقى الاجابة يكتسب غلط ويكتسب غلط. يبقى هنا يفقد، هل يفقد 10.2؟ غلط، هيفقد اقل من كده اللي هي 1.9 الكترون فولت. سؤال 33، عالجت النظريه الذريه الحديثه قصورا في النموذج الذري لبور، ايه اللي بور قاله غلط؟ ان للالكترون طبيعه موجيه؟ ما كانش يعرف الطبيعه الموجيه. هو قال ان الالكترون مجرد جسيم مادي سالب الايه؟ سالب الشحنه. وردت عليه النظريه الذريه الحديثه بالطبيعه المزدوجه للالكترون، يبقى هي دي الاجابه الايه يا اولاد؟ الصحيحه. ده القصور اللي كان في النموذج الذري لبور وعالجته النظريه الذريه الايه؟ سؤال 34، يحتوي كل من عنصر الهيدروجين والهيليوم على مستوى طاقه واحد، لذلك اي العبارات التاليه صحيحه؟ الهيدروجين والهيليوم يختلفان في طيف الانبعاث. الاجابه دي هي الاجابه الصح من قبل ما اقرا كل الاجابات. لا يوجد عنصران لهما نفس الطيف الذري، يتساويان في عدد الالكترونات. غلط، عدد الالكترونات الهيدروجين 1 والهيليوم 2. يختلفان في عدد مستويات الطاقة. غلط، كلاهما عنده، كل واحد عنده مستوى طاقة واحد اهو. يتشابهان في طيف الانبعاث. غلط، لا يوجد عنصران لهما نفس الطيف الذري. سؤال 35، عند تطبيق المعادلة الموجية على الالكترون الأخير في ذرة الصوديوم Na11 فإنها تميز بإيه؟ يمكن تحديد مكان الالكترون بدقة؟ غلط، ردت علينا النظريه الذريه الحديثه، يستحيل عمليا تحديد مكان الالكترون. يتحرك مقتربا ومبتعدا عن النواه في المستوى الرئيسي ام. لما توزع ذره الصوديوم Na11 اوزع لك بسرعه بالتوزيع القديم 2.8.1، يعني الالكترون الاخير موجود في مستوى الطاقه الرئيسي الثالث. وطبقا للنظريه الذريه الحديثه يتحرك الالكترون في كل الاتجاهات والابعاد حول النواه، وبالتالي يحتمل وجود الالكترون في كل الاماكن الموجوده حول النواه في السحابه الايه؟ الالكترونيه. يعني قد يقترب من النواه وقد يبتعد عن النواه، لانه لا يدور في مدار ثابت كما قال مين؟ كما قال خطا بور. يبقى الاجابه يتحرك مقتربا ومبتعدا عن النواه. في ناس تفكر في الاجابه ده، تعال نكمل جيم، تقل طاقته عن طاقه الكترون مستوى ال. غلط، كلما ابتعدنا عن النواه تزداد طاقه المستوى ويقل الفرق في الطاقه.
ينتقل الى المستوى L بعدما يفقد كما من الطاقة. في ناس تفكر ان الاختيار الرابع ده صح، وليه ما اخترناهوش؟ لا، الاختيار الرابع غلط. افتكروا كده يا شباب ان الالكترون لا يفقد طاقة الا اذا اكتسب. الالكترون لا ينتقل من مستوى طاقة رئيسي لمستوى طاقة اقل الا لو هو في حالة الاثارة، كان انتقل لمستوى طاقة اعلى فيعود لمستوى طاقته الاصلي او مستوى طاقة قبل طاقته الاصلي. مش يعني اقصد لو حدث اثارة لالكترون مثلا ذرة الهيدروجين، طلع من المستوى الاول للمستوى الرابع، ينفع يرجع من الرابع للثالث وللثاني وللاول؟ ما ينفعش بعد كده، ما ينفعش بعد كده. يبقى اذا هنا ينتقل من الى المستوى ال بفقد كم من الطاقه غلط، مش هيرجع للال الا لو هو اصلا كان في ال وحصل له اثاره. فالاجابه دي هتبقى اجابه خاطئه. نشوف سؤال 39 واتفقنا مع بعض. اي اسئله هتلاقيني سايبها في النص يبقى الاسئله دي فكرتها مكرره او السؤال نفسه مكرر. يختلف النموذج الذري لبور عن النموذج الذري لرذرفورد. احنا قلنا يختلف عنه في ايه؟ ان الالكترون جسيم مادي سالب؟ لا، هما الاثنين اعترفوا ان هو الكترون مادي، جسيم مادي له كتله ضئيله جدا يحمل شحنه سالبه. عندما يفقد الالكترون كم من الطاقه ينتج طيفا خطيا، ولا عندما يفقد لا ينتج لا طبعا لما بفقد كم من الطاقه بتخرج الطاقه دي في صوره طيف له طول موجه وتردد مميز اطلقنا عليه اسم الطيف الايه؟ الخطي. والكلام ده اللي قايله بور، وانا لسه من شويه قايل لك بور اول ما تسمع طيف خطي او الكم او مستويات الطاقه الكلام ده يخص العالم بور، تبقى الاجابه. سؤال 40 بيقول لي عندما ينتقل الالكترون من مستوى K للمستوى L يكتسب كوانتم. طب عندما ينتقل من مستوى K للمستوى N بقى الرابع، من ال K لل L اللي هو المستوى الثاني يكتسب كوانتم. طب من ال K لل N، قال لي من ال K لل N يكتسب كوانتم لان الكوانتم لا يتجزأ ولا يتضاعف. بس كل اللي نقدر نقوله ان كم الطاقه اللازم لنقله من ال K لل N اكبر من كم الطاقه اللازم لنقله من ال K لل L، بس ده اسمه كوانتم وده اسمه كوانتم. تبقى الإجابة دال يا شباب. نشوف مع بعض السؤال 41 من تعديلات هايزنبرج على النموذج الذري لبور. إنه هايزنبرج عدل وقال إيه؟ قال من الصعب تعيين مكان وسرعة الإلكترون بدقة حول النواة، ولكن يمكننا القول أنه من المحتمل بقدر كبير أو صغير وجود الإلكترون في هذا المكان أو ذاك. يبقى ده التعديل اللي قاله هايزنبرج في مبدأ اسمه مبدأ عدم التأكد لهايزنبرج. يبقى ده الإجابة. سؤال 42 تتفق النظريه الذريه الحديثه مع النموذج الذري لرذرفورد في ايه؟ في نظام دوران الكترون حول النواه. غلط، ده فشل نموذج الذري لبور في تفسير نظام دوران الكترون حول النواه. الذره ليست كثيفه؟ الاثنين قالوا ان الذره ليست كثيفه والذره معظمها ايه؟ معظمها فراغ. طب يستحيل عمليه تحديد مكان وسرعه الالكترون معا في نفس الوقت؟ الكلام ده غلط، لان الكلام ده قالته النظريه الذريه الحديثه ورذرفورد ما كانش يعرف عنه حاجه. الالكترون طبيعه مزدوجه، ده النظريه الذريه الحديثه بس. اشتركوا الاثنين في انهم اعتبروا ان الذره ليست ايه يا اولاد؟ ليست كثيفه، والذره بها ايه يا اولاد؟ بها فراغ. سؤال 43 بيقول لي تتفق النظريه الذريه الحديثه مع النموذج الذري لتومسون في ايه؟ في نظام دوران الالكترون حول النواه. غلط، تومسون كان بيقول الالكترونات مطموره. ان الذره مجسمه؟ صح. كلوما قال ان الذره شكل الكره الايه؟ الكره المجسمه ثلاثيه الابعاد. تومسون قال انها كره، والنظريه الذريه الحديثه قالت ثلاثيه الابعاد ليست دائريه ولكنها كرويه لها اتجاهات فراغيه ثلاثه. تعالوا نشوف مع بعض السؤال 44. اذا فقد الكترون طاقه مقدارها 1.9 الكترون فولت ينتقل من المستوى ام للمستوى ال، ادي كي ال ام. يفقد يبقى يرجع لمستوى طاقه اقل. فقد 1.9 الكترون فولت. طب عشان ينتقل من ال للكي ده هنا يفقد. ده يفقد. يفقد قد ايه؟ يفقد طاقة أكبر من ال 1.9، لأن الفرق في الطاقة بين الكي والال أكبر من الفرق في الطاقة بين الام والال. هو هنا سؤاله بيقول لك ينتقل من الال للكي، قال لي لا ينتقل من الكي للال. يبقى عشان ينتقل من الكي للال برافو عليكم يكتسب. يكتسب قد ايه؟ 1.9 ولا طاقة أكبر من ال 1.9؟ طاقة أكبر من ال 1.9 يبقى يكتسب طاقة مقدارها 10.2 الكترون ايه؟ فولت. والفكره دي احنا لسه واخدين شبهها بس قلنا ناكد عليها عشان تكون الفكره وصلت. سؤال 45 بيقول لي ايه؟ بيقول لي يحتوي كل من عنصر الهيدروجين والهيليوم على مستوى طاقه واحد. السؤال ده يا اولاد احنا شفناه قبل كده. نشوف مع بعض سؤال 47 بيقول لي العنصر الذي يتميز بامتلاء المستوى الفرعي 3 دي بالالكترونات
قبل المستوى الفرعي 4S. مين العنصر ده؟ لازم اكون عارف الاعداد الذريه سي اي ب 20، السي يو ب 29، السي ار ب 24، الام ان ب 25. لو وزعنا السي اي 20 هيبقى تركيبه الالكتروني ارجون 18 4S2، ده مفيش 3D خالص. السي يو 29 هيبقى التركيب الالكتروني ارجون 18 بعديه 4S2 3D. جيت اكتب 9، شلت يادي شلت يادي، ده انا بدل ما اكتب 9 هكتبها 10، ويصبح المستوى الفرعي اس بدل ما 4S2 يبقى 4S1، معناه ان المستوى الفرعي 3D امتلأ بالالكترونات قبل المستوى الفرعي 4S دي ذرة النحاس. وبالمرة فكرك انه في تركيب الكتروني شاس تاني الكروم ارجون 18، هعمل برضو ان انا مش واخد بالي 4S2 3D، جيت اكتب 4 شلت يادي، الفور تبقى 5 عشان يصبح نصف ممتلئ احدى حالات الاستقرار، والاس يبقى فيها 1 الكترون. وبالتالي هنا في ذرة الكروم عندك 6 الكترونات مفردة، ذرة النحاس عندك الكترون مفرد في الفور اس. وخد بالك انه هنا امتلأ المستوى الفرعي دي قبل المستوى الفرعي اس، يبقى الاجابة سي يو 29 الاجابة جيم. نشوف سؤال رقم 48 مع بعض. عدد الكم الذي له قيمة باربعة؟ يمكن ان يكون مين؟ ان؟ ينفع ان، ينفع ال؟ لا، ال اقصى عدد لي من موجب 3 لسالب 3، ولا ام ال؟ ال اسف 0 و1 و2 و3. الام ال اقصى عدد لي موجب 3، اذا الاجابة الصحيحة ايه يا اولاد؟ ان تنفع تكون باربعة، اي عدد كم تاني ما ينفعش. ال ال اخره 2، 0 0 1 2 3، الام ال من سالب 3 الموجب 3 اقصى حاجة. سؤال 56 بيقول لي للحصول على الطفر المرئي لذرة الهيدروجين لإلكترون مصرف المستوى الثالث، نتذكر مع بعض ذرة الهيدروجين ادي نواة، المستوى الاول كي، المستوى الثاني ال، ام ان او بي كيو. حالات الحصول على الطيف المرئي لالكترون مصار انه يعود من المستوى السادس للثاني، من الخامس للثاني، من الرابع للثاني، من الثالث للثاني. ادي حالات الحصول على الطيف المرئي لالكترون مصار من الكي راح للمستوى ام. عشان احصل على طيف خطي يعود الالكترون من الام للكي تاني ولا للال؟ للال، وبالتالي يفقد الالكترون طاقة، نفس الطاقة اللي اكتسبها، لو نفس الطاقة اللي اكتسبها يعود للكي، هيفقد طاقة اقل من الطاقة الايه؟ اللي اكتسبها، تبقى الاجابة الف. تعالوا نشوف مع بعض يا شباب سؤال 57 بيقول لي عندما ان تساوي 1، اي انواع الاوربيتالات التالية يجب ان يشغلها الالكترون؟ ان ب1، معناه ان انا عندي مستوى فرعي 1 والمستوى الفرعي 1S. اللي شكله كروي متماثل تبقى الاجابه الف. نشوف مع بعض سؤال 58، التركيب الالكتروني الذي يمثل العنصر اكس والذي يكون الايون اكس 3 سالب. اكس 3 سالب قلنا معناه ان الذره تكتسب 3 الكترونات، يبقى الذره دي تقع في المجموعه 5A، تركيبها الالكتروني NS2 NP3. طالما الاكس 3 سالب، احنا قلنا ان انا بعرفها من رقم المجموعة، اكس 3 سالب مكتسب 3 الكترونات، مجموعة 5A من سالب 3 الموجب 5، يبقى التركيب الالكتروني طبعا ب. تمام. نشوف مع بعض سؤال 59 بيقول لك اي فرض من فروض النموذج الذري لبور يعتبر صحيحا؟ من الفروض دي كلها فروض قالها بور، مين فيهم اللي يعتبر صحيحا؟ هل الفراغات محرمة؟ غلط، بتدور في جميع الاتجاهات والابعاد. الكترون جسيم مادي سالب الشحنه فقط، برضه غلط. الالكترون له خواص موجيه، هو ما قالش كده اصلا. لكل الكترون اثناء دورانه حول النواه طاقه معينه، طبعا تتوقف على بعد مستوى طاقته عن النواه، كلما بعد الالكترون او زاد بعده عن النواه بزياده نصف قطر مستوى الطاقه تزداد طاقه الالكترون. نشوف سؤال 61 اللي هو اخر سؤال في الشيت بتاع الباب الاول، بيقول لي عندما ان تساوي 2 اي انواع الاوربيتالات يمكن اشغلها الالكترون؟ ان بتساوي 2 معناه انه عنده مستويين فرعين 2s و2p. مستوى الفرعي 2s به اوربيتال واحد كروي متماثل حول النواه، ال2p به ثلاث اوربيتالات، كل اوربيتال شكلكم مسارتين متقابلتين بالراس، تبقى الاجابه قد تكون شكل الاوربيتال كروي او تكون كمثري، ودي الاجابه جيم.